ما اعرف هذا اللبلاب شلون كان عايش خطيه، هذا اندل فهو يدل على قوه نبات اللبلاب. السبب هسه راح اقول لكم السبب شنو. باعوا هاي السندانه سيراميك اللي هي ما مثقبه من الاسفل، فالنبات ما بينمو، وانا متعجب هسه شلون عايش. بس انه قلت لكم هذا دليل على انه النبات مقاوم للظروف. فاحنا شو راح نسوي؟ راح نثقب هاي السندانه. تعالوا ياي خلي نثقبها بالدريل، طريقة كلش سهلة وبسيطة. هسه راح اراويكم شلون. راح ناخذ هذا الدريل ونشكل عليه هذه البطارية. خلينا نشكلها لي انا اليوم وحدي. شكلنا البطارية تمام. بس المفروض هو شنو عنده جاي يشتغل، بس هو ليش ما جاي يشتغل؟ ما اعرف. رغم انا مشتغل به هواي هنا يعني. هسه نشوف منين الخلل. واخيرا شغلنا. خلينا نختار هاي البريمه اللي هي مال الحائط وهم بيها شوي نبله. طلعوا لي هنا نجيبها ونضبها قدر المستطاع. نجي هنا ثبت. بعد ما ثقبنا ذن الثقوب بس مبدئي بشكل مبدئي نغير البريمة. نختار هاي مال الكونكريت طبعا، شوي حجمها هم كبير، ما تقدر تطلع. نشد البريمة نثبتها. هسه شنو عندنا احنا الاساسات. باو باو. هسه تمام، حتى الماي الفائض يطلع من هاي الثقوب. هسه شنو نسوي؟ نرجع التراب مالتنا اللي هو هذا. شوفوا اخذ هيجي ونرجع، ناخذ هيجي ونرجع، وهاي اللبلابة صارت عندنا بهذا الشكل. طبعا لان السندانة مالتها دائرية فمن الافضل انه تكون هي بهالشكل هذا، يعني كوشة. هذا طبعا تقدرون تخلونه هنا، بعد انتم ترتبونها حسب رغبتكم. تقدرون تخلونها هنا، راح يصير عندك بهذا الشكل. بالاخير شنو تسوون؟ بالاخير ترشون عليها شوية ضروري. هاي الخطوة مال الرش بالنسبة للبلاب، خصوصا هسه فصل الصيف، مرتين باليوم ترشون. وهاي كملنا الرش وصارت عندنا بهذا الشكل. هسه يخلونها بمكان بإضاءة زينة ويسقونها وراح تبدي تنمو. طبعا هي بيها نموات جديدة، نبات كلش حلو.